نروح لقباب المحروسة ومآذنها اللي كانت محور لمعرض مهم بيستضيفه قصر الأمير طاز، واللي بيرصد من خلال عدد من الصور الفوتوغرافية جمال قاهرة المعز ومدينة الألف مئذنة. عايزين نعرف تفصيل أكتر عن هذا المعرض والهدف من إقامته أيضا من المهندس محمد أبو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري. يا باشمهندس صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. يا أهلا بيك. لو في البداية عرفنا تفاصيل أكتر عن هذا المعرض والهدف من إقامته. احنا طبعا يوم 18 و19 بنحتفل باليوم العالمي للتراث، وده يوم بيحتفل به العالم من خلال منظمة اليونسكو، اختارت اليوم ده للاحتفال باليوم العالمي للتراث، واحنا بنشارك كل سنة بفعالية بترصد أهمية التراث المعماري والعمراني في مصر. السنة دي اخترنا العنصر بنعتبره هو العنصر المؤثر واللي له تأثير كبير عبر التاريخ، وهي عنصر المأذنة والقبة في العمارة الإسلامية. ورصدنا من خلال الصور، فكانت صور تاريخية كانت أعدتها لجنة حزب التراث العربية، وهي لجنة كانت لها دور كبير في تسجيل التراث المعماري والعمراني والآثار في مصر. خدنا مجموعة من الصور بترصد مراحل تطور تصميم المأذنة والقبة على مستوى العصور المختلفة، بدءا من العصر الصحيح ثم فترة المماليك ثم الفاطميين. وبنشوف بقى في الدراسة اللي عملناها، وانا كنت سعيد بيها لان كان في طلبة كتير من الكليات الهندسية شاركت معانا في المعرض واتفرجت عليه، قد ايه العنصر ده او المأذنة والقبة فيها جماليات وفيها تميز في كل حقبة عن الثانية. طب هل هو تطور في هل هو تطور في العمران، ولا كل حقبة بتحط بصمتها على العمران في هذا التوقيت؟ في التشكيل، يعني لما بتشوف المأذنة بتعرف ان دي مأذنة في العصر الفاطمي. كان فيها تفاصيل معينة في شكل المأذنة وفي نهايتها وفي نسبها مختلفة عن فترة المماليك مثلا، مختلفة عن فترة العثمانيين، مختلفة عن العصر الحديث. بقت في مأذنة بتعبر عن المسجد، تشوفها بتعرف ان ده مسجد، ولكن فيها مفردات وخطوط اضيفت بشكل حديث، ما فيهاش التفاصيل الكبيره اللي كانت موجوده قبل كده. رصدنا التطور ده، وبعتبر ان ده معرض يعني علمي وتوثيقي مهم جدا لطلبه وكل من بيدرس في العماره الاسلاميه، وده باين بشكل كبير. احنا ركزنا على القاهره وعلى منطقه القاهره التاريخيه فقط. وبان قد ايه التنوع اللي فيها، وده اللي يمكن زي ما حضراتكم قلتوا في بدايه المعرض مدينه الالف مأذنه اتقالت، لان في تنوع هائل من خلال الصور احنا رصدنا ده، في تنوع كبير جدا وفي مناطق يعني مختلفه. ودي منارات بتبين قد ايه الحضاره الاسلاميه لها تاثير كبير جدا في اقامه الشعائر. بالتاكيد. طيب باشمهندس، خلينا نعرف من حضرتك كمان اكثر عن المشاركات، يعني كم لوحه شاركت، كم مصور، المده اللي استغرقها الاعداد لهذا المعرض. المعرض كان بيحتوي على 110 لوحه صوره، وكان في منها جزء زي ما قلت فيه من صور قديمه خدناها من اعمال لجنه حفظ الاثار العربيه، وصور مشارك بيها 9 مصورين من المتميزين جدا المهتمين بتصوير الاماكن التراثيه، وكان يعني فيهم تنوع، كل واحد بياخد حتى يمكن في المأذنه الواحده او في القبه فيها اكثر من لقطه من اكثر من مصور، كان بيبص لها بنظره جماليه، بتحس انها صوره مختلفه من زاويه مختلفه. وبالتالي انا يعني اعتبرت ان المعرض ده كان توثيق مهم جدا لمفردات العماره الاسلاميه في القاهره التاريخيه. عظيم جدا. طيب طريقه عرض الصور داخل المعرض كانت عامله ازاي؟ يعني هل كل صوره كانت موجوده وتحتها البيانات الخاصه بيها؟ طبعا. احنا يمكن كمان اختيار المكان، يعني احنا قصر الامير طاز هو من الاماكن التاريخيه المهمه جدا، وله يعني كان مناسب جدا لاستقبال المعرض ده ولاهميته والتركيبه المعماريه اللي جواه، وبالتالي استقباله في قاعه من القاعات المهمه اللي في قلب قصر الامير طاز كان له دور كبير. كل لوحة كانت موجودة كان عليها المكان اللي متصورة فيه اللوحة دي فين، والمصور اسمه مين، المصور اللي صور العمل ده. وعملنا طبعا رحلة افتراضية بعد ما انتهى المعرض، خدنا الصورة كاملة بانورامية للمعرض ومتاحة على موقع الجهاز، بحيث اللي يحب يطلع على المعرض ومفرداته ما شاركش معانا في المعرض
يقدر من خلال موقع الجهاز ياخد جوله في اللوحات ويتفرج على اهميه وشموخ العماره الاسلاميه بشكل عام. طب بالنسبه يا فندم عن اليه اختيار الصور او الاعمال المعروضه في هذا المعرض، على اي اساس تم اختيارها؟ طبعا احنا قسمنا يعني في مجموعه من المعماريين المتخصصين بداوا يحللوا ويدرسوا ويقسموا نوعيات الصور، بحيث ان كنا بنحطها كل مجموعه بتعبر عن فتره معينه في سيكشن معين، بنقول ان دي المآذن اللي اتبنت في فتره العماره الفاطميه وهكذا، وبنقسمهم سيكتورز كده بحيث ان كل فتره بنبين قد ايه تاثير مفرداتها، وتقدري بقى وانت خلال الفتره دي بتتعرفي على المأذنه في المسجد ده كان شكلها ايه، القبه كانت هنا شكلها ايه، تطورت بعد كده في الحقبه اللي بعدها بقت شكلها ايه. عشان كده انا بعتبر المعرض ده معرض توثيقي ومهم جدا للباحثين، وسعدت جدا لان في طلبه كتير حضروا وتعرفوا عليه، وده هيساعدهم كتير قوي في الدراسه والتحليل لفتره العماره الاسلاميه بشكل عام. عظيم. طبعا هو بلا شك مهم في نشر الوعي بالتراث الاسلامي، وزي ما حضرتك قلت هو مهم جدا في مساله التوثيق، لكن عايزين نتكلم عن حضور هذا المعرض، زوار هذا المعرض، هل هم من المتخصصين فقط؟ لا طبعا حضر كتير ناس مهتمه، حضر في اعلام، حضر في شخصيات عامه، حضر في ناس محبه للتراث بشكل عام. وبالتالي انا يعني كنت سعيد جدا لان احنا خدنا جوله في القاهره الفاطميه والتاريخيه واحنا موجودين في قاعه الامير طازه. وبالتالي كل من محب للتراث ومحب للعماره بشكل عام خد جوله ورحله كبيره جدا في القاهره الفاطميه في قلب قاعه المعرض. ويمكن دي هتكون يعني خطوه ان احنا نكرر المعرض ده في مفردات للعماره الاسلاميه، في البيوت، في الوكالات، في بعض المباني اللي تستحق ان احنا نوثقها ونعرضها بشكل تفصيلي، بحيث ان احنا نبين جمالياتها. احنا عندنا مجموعه من الوكالات في القاهره التاريخيه رائعه، في بيوت تاريخيه تستحق انها تتصور وتتوثق، وتبقى فرصه ان الجيل الحالي يتعرف على اهميه العماره الاسلاميه ويكون شارك معانا في الحفاظ عليه. كل الشكر ليك المهندس محمد ابو سعد، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، شكرا جزيلا يا فندم.